أحسن الله إليكم. من أسئلة السائلة فضيلة الشيخ، تذكر في سؤالها بأن امرأة توفيت والدتها، فرأت في المنام أن هذه الوالدة تقول لها بأنها بحاجة ماسة إلى الطعام والشراب، فماذا تصنع هذه المرأة وجزاكم الله خيرا؟ ينبغي لهذه المرأة أن تتصدق عنها، عن أمها الميتة، أنه يظهر من سؤالها الطعام والشراب أنها بحاجة إلى ثواب الصدقة، فتتصدق عنها. نعم.